نبدأ كده بسم الله عكس النظرية رقم 2. طب أول حاجة إيه هي النظرية أصلا رقم 2؟ إحنا آخر حاجة خدناها في الهندسة تساوي مساحتي مثلثين. تساوي مساحتي مثلثين. إمتى تتساوى مساحة مثلثين؟ الاشتراك. ايوه الله ينور عليك يا محمد. الاشتراك في نفس القاعده. الشرط الاول. ايه الشرط الثاني؟ التوازي. نصف محصوران بين مستقيمين توازيين. نفتكر مع بعض كده النظريه رقم واحد. لو انا عندي هذا ايه ده؟ مثلث اسمه الف ب ج، وهذا مثلث اخر الاحمر اسمه المثلث الأسود قاعدته هي بجي، والمثلث الأحمر أيضا قاعدته بجي. يبقى المثلثين دول مشتركين تماما في نفس القاعدة. راح الرأس ألف والرأس دال، هما الاثنين أصبحوا على مستقيم، والمستقيم هذا يوازي القاعدة. يبقى دول حققوا الشرطين. الله ينور عليك. يبقى اشتركوا في نفس القاعدة بجي ده اولا، وبعدين انحصروا بين مستقيمين متوازيين اللي هم الف دال وبهجي. الف دال وايه؟ وبهجي. يبقى اذا المثلثين دول حققوا الشرطين، يبقى مساحتهم هتكون ماذا؟ مساحتهم هتتساوي كده بقى. اذا مساحه المثلث الف بجي تساوي مساحة المثلث دال بجي، ده اللي خدناه في نظرية رقم 2. يبقى إذا أي مثلثين بيحققوا الشرطين مساحتهم هتتساوي. النهارده بقى هنقول عكس الكلام ده. يعني إيه؟ متساوي. يعني لو أنت أصلاً ما عندكش إن المستقيمين دول متوازيين، ما جالهالكش في المعطيات. بس الدالة إن القاعدة مشتركة وإن المثلثين مساحتهم متساوية. يبقى المستقيمين اللي محصورين بينهم هيكونوا مالهم؟ متوازيين عكس النظرية. يبقى لو في مثلثين اشتركوا في نفس القاعدة ومساحتهم كانت متساوية هيبقوا محصورين بين مستقيمين. يبقى احنا قلنا هنا اللي هيحصل في عكس النظرية ان هو مش هيطلب مني اثبات تساوي المساحات، ده هيطلب مني اثبات توازي المستقيمين اللي المثلثين محصورين ما بينهم. وعشان اثبت ان المستقيمين متوازيين لازم المثلثين اللي يكونوا جوه يكونوا مشتركين في نفس القاعده. ما هو محصورين دي هي اللي هثبتها. محصورين دي هي اللي انا هقوم باثباتها. لكن هم لازم يكون ايه فيهم؟ اشتراك في نفس القاعده وتساوي المساحه. وتساوي المساحه. المساحه. تعالوا نصيغ عكس النظريه كده. نصيغ عكس النظريه. المثلثان المتساويان في المساحة. المساحة يبقى مساحتهم ماذا؟ متساوية. ومشتركان القاعدة في نفس القاعدة. القاعدة يبقى حققوا شرطين، بس شرطين مختلفين عن النظرية. الشرطين هنا هم تساويهم في المساحة واشتراكهم في نفس القاعدة. ما لهم بقى الأولى؟ يكون رأسيهما ما هي متساويان في المساحة أهي اتقالت. ايه اللي فاضل يثبت؟ ان رأسيهما يكونوا على مستقيم ماله؟ واحد بيوازي بالقاعده. يعني يكون رأسيهما على مستقيم وهذا المستقيم يوازي القاعده. امتى بستخدم عكس النظريه؟ لما يكون مطلوب مني اثبات التوازي. لما يكون مطلوب مني اثبات التوازي. تخيلوا معي لو انا هسمي، هنعمل مثلا الدخان دلوقتي، هسمي الراس دي مالها؟ مين. وهدي لك معطى في المسألة، هدي لك إن مساحة المثلث ألف ب مين؟ شايفينه؟ الأحمر يساوي مساحة المثلث دال مين جي الأسود. ده شبه مسألة فراشة اللي قلنا عليها قبل. السؤال اثبت إن ألف دال يوازي بجي. ازاي اثبت ان هما متوازيين لو 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 عكس النظريه تحقق؟ عكس النظريه بتقول ايه؟ عشان يثبت التوازي لازم المثلثين يكونوا ويكونوا كمان طب تعالوا نبص على المثلثين المظللين اللي هو ده بهجي. فين القاعده المشتركه؟ بهجي. بهجي يا رجل. بهجي دي قاعده المثلث ده؟ لا ده بهجي.
فين 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 ده بعيد عنه خالص. انت شايف المثلث المظلل فين؟ اهو الف م ب، ودي قاعدته الف م، والمثلث الثاني والدال م ج، وده قاعدته دال م. ده كل واحد فيهم ليه قاعده شكل، يبقى شرط الاشتراك في نفس القاعده مش متحقق. هما اي نعم متساويين في المساحه، انما شرط اشتراكهم في نفس القاعده غير متحقق. طب ايه نعمل هنا عشان يبقوا مشتركين في نفس القاعده؟ فاكرين النظريه كنا ساعات بنضطر نعمل ايه؟ نحذف جزء غير مسلط لما يطلب مني اثبات تساوي بايه؟ مش هما المثلثين بالكامل اللي انا قلت عليهم، فبضطر اعمل ايه؟ اطرح حذف جزء. هنا هنعمل العكس، اجمع هنضيف جزء عشان نوصل لقاعده ايه؟ مشتركه. طيب مين الجزء اللي نضيفه فيصبح المثلثين مشتركين في الف من ده؟ الف من ده او دال من ب او من ب ج. يعني يا اما تضيف الجزء العلوي يا اما تضيف الجزء السفلي. لو خد بالك لو ضفت الجزء العلوي، ركز معايا، لو ضفنا الجزء العلوي مين اصبحت القاعده المشتركه؟ الف ده، الف ده اصبحت القاعده المشتركه. اما لو ضفنا الجزء السفلي تبقى بهجي 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 بهجي. انت براحتك براحتك، بس على حسب ما تضيف الجزء تتحدد القاعده المشتركه. لو ضفت الجزء العلوي الف من دال اصبحت الف دال هي القاعده المشتركه. اما لو ضفت الجزء السفلي ب من جيم اصبحت بهجيم هي القاعده المشتركه. وانت براحتك تعال نعمل ده سؤال في الشكل الايه؟ المقابل. اثبت ان الف دال يوازي ب ج. اول ما يسالك عن توازي يبقى احنا قدام عكس النظريه. عشان تثبت ان ده بيوازي ده، بص تخيلهم الف دال ومين؟ ب ج. لازم تحصل على مثلثين محصورين ما بينهم يكونوا محققين ايه هما الشرطين؟ اشتركوا نفس القاعدة ومتساويين في المساحة. طيب يا استاذ هو اللي جابهم لي متساويين في المساحة كانوا ناقصين جزء. هو جاب لك مين المظللين؟ جاب لك الف ميم ب ودال ميم، فكان ناقصهم جزء، كان ناقصهم حتة تضاف تجعل ليهم قاعدة مشتركة، انما من غيرها مفيش لسه قاعدة ايه؟ مشتركة. وزي ما قلنا ممكن نضيف الجزء العلوي او الجزء الايه؟ السفلي. طيب أول حاجة هنبدأ بالبرهان. أول حاجة هنا في البرهان إنك تذكر مين المثلثين المتساويين في المساحة اللي قدامك؟ مين هم؟ ألف ميم ب. قبل ما تضيف اللي هو جايبهم في المقابلة. ألف ب ب ودال ميم ج. ألف ميم ب. دال ميم ج. ده اللي هو جايبهم. وبعدين إحنا هنعمل ايه؟ هنضيف الإضافة بتاعتنا. يبقى أول حاجة هقول له بما ان مساحه المثلث، احنا قلنا حرف الميم دوت اختصار الكلمه مساحه، اختصار كلمه مساحه، مساحه المثلث الف ميم ب المظلل باللون الاحمر يساوي مساحه المثلث دال ميم جي، دال ميم جي المظلل باللون الاسود. طب الكلام ده عرفته منين؟ الكلام ده اصلا انت مدهوني في معطيات المساله، انت اللي مظللهولي، فاكتب قدامه ايه؟ معطى لمزيد من التفصيل يعني. انا ما كنتش مش تنقصوا حاجه، لكن اللي بديت بالتفصيل. يبقى هذه المعلومه عرفتها منين؟ من المعطف. حلو، ضيف بقى، ضيف الجزء بتاعك انت. بهجي. الجزء اللي لما تضيفه تساوي قاعدة. يعمل لك القاعدة المشتركة. مين؟ احنا قلنا عندنا اختيارين. بهجي يا اما اضيف الجزء العلوي يا اما اضيف الجزء السفلي، بس كل جزء هختاره بالاضافة هيعمل لي قاعدة مشتركة مختلفة. لو ضفنا الجزء العلوي مين قاعدتنا المشتركة تصبح ألف دال؟ لو ضفنا الجزء السفلي تصبح مين قاعدتنا المشتركة؟ يلا نضيف. طيب تقول له إيه هنا؟ بإضافة مساحة المثلث ونختار ألف ميم دال. ماشي هنختار ألف ميم دال. يبقى لما نختار ألف ميم دال يا أولاد هنروح مظللينه مع الجزئين المظللين. بإضافة مساحة المثلث ألف ميم دال للطرفين، بص الصيغة كويسة، بإضافة مساحة المثلث للطرفين ينتج أن، وتروح كاتب دلوقتي مساحات المثلثين الجداد. إيه الجداد دول ما كتبناهم؟ لا، دول اللي مكتوبين في الأول من غير الجزء الإيه؟
غير الجزء المضاف في المظله. انما دلوقتي بعد ما اضفت الجزء مين المثلثين اللي تساوي كلهم بقى مين هم؟ ايوه الف دال ميم ب. لا ليه ميم ب؟ اذكر المثلث بثلاث احرف فقط. الف دال ب. مين رؤوسه ثلاثه؟ الف و ب. ما تمرش ميم ب بقى. الف دال ب. ومين المثلث الثاني؟ دال ميم ج. دال. لا ليه ميم؟ دال الف ج. ما انت اضفت ده خلاص صح. يبقى المثلثين المبدئيين بتوع زاوية انت صح كده؟ يبقى اذا ينتج بعد الاضافه ان مساحه المثلث الف دال جيم تساوت مع مساحه المثلث الف دال ب صح كده؟ جيم ماشي. ما قلناها الف دال جيم اهي. بص 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 يا محمد يعني الف دال ب اهو وده الثاني دال الف جيم دال جيم او دال الف جيم باي ترتيب المثلث يقرا باي ترتيب. وبعدين بقى اذكر لي مين القاعده اللي اصبحوا مشتركين فيها. نكتب هنا بين قوسين توضيحا للمصحح وهما مشتركان في نفس القاعده. واذكر اسم القاعده اللي تم الاشتراك فيها اللي هي الف دال. بما اننا اخترنا الجزء العلوي يبقى انا عندي كده مثلثين متساويين في المساحة ومشتركين محصورين دولة يبقى إذا الاستنتاج النهائي إن المستقيمين اللي محصورين ما بينهم هيكونوا متوازيين يعني ألف دال يوازي بالجيم وهو المطلوب اسمه تمام. تعالوا كده سريعا ناخذ مسألة ثانية ونحلها ضمنها. هنشوف المسألة موجودة في السجاجات يا شباب بإذن الله. في مثال هنا حلو خالص. حاول بنفسك رقم 2 في الكتاب المدرسي في الكتاب المعاصر. حاول بنفسك رقم 2 جايب لي مثلث كبير تمام. وبعدين من نقطة هنا اسمها ألف راح نقسم المثلث وصل هنا لنقطة اسمها صاد ودي جيم ودي ب ودي عين. تفضل. تمام. وبعدين راح نوصل لي من هنا وعمل لي مثلث اخر. خلوا بالكم المعطيات الدهاني ايه والمطلوب الدهوني ايه. اللي في المعطيات ان القاعده عين ب تتساوى مع القاعدة جيم صاد. جيم صاد. قال لي كمان إن مساحة المثلث ألف عين ب المظلل باللون الأسود تساوي ألف جيم صاد يتساوى. ما هو هيساوي ألف جيم صاد بس دي إحنا هنستنتجها صح. برافو عليك يا عمر. بس هو قال إيه؟ قال لك إن مساحة المثلث ألف عين ب تتساوى مع مساحة المثلث ألف جيم صاد. يا ده تفضل خالص. السؤال في الشكل المقابل اثبت ان الف جيم يوازي صاد سين. كيف نفعل؟ ونثبت ان الف جيم يوازي صاد سين. ما دام مطلوب اثبات توازي يبقى هنستخدم عكس النظريه. ولكن عكس النظريه عكس النظرية رقم 2 كتاب المعاصر كتبها عنده النظرية رقم 3 تمام؟ النظرية رقم 3 هي عكس النظرية رقم 2
زي ما قلنا عكس النظرية معناها إن النظرية نفسها بتقول حاجة، عكس النظرية بتقول العكس بتاعها. النظرية نفسها بتقول لو المثلثين مشتركين في نفس القاعدة ومحصورين بين مستقيمين متوازيين مساحتهم هتكون متساوية. عكس النظرية بيقول لو المثلثين مساحتهم متساوية ومشتركين في نفس القاعدة يبقى هينحصروا بين مستقيمين متوازيين. هنا أنا عايز إثبات التوازي، يبقى لازم أثبت إن في مثلثين محصورين بمين؟ بين المستقيمين دول ويكونوا مشتركين في نفس القاعدة وتكون مساحتهم حلو متساوية. المساحة يا عمر أقول عليها متساوية، المستقيمات أقول عليها متوازية. طيب خدوا بالكم، لو احنا قلنا المستقيمين دول فينهم هنا؟ فينهم ألف جيم وبين صار؟ ألف جيم ودي؟ بين صار. لازم بين المستقيمين دول، لازم سي صار، لازم بين المستقيمين دول تلاقي لي مثلثين مشتركين في نفس ومساحتهم تكون صفر. انا هشيل كده، مين هم المثلثين؟ الف جيم وسين صفر. الف جيم ده مثلث يا رجل؟ الف جيم وسين هو المثلث يقرا بحرفين؟ الف جيم وسين. نقرا المثلث بثلاث احرف، الف جيم سين. الف جيم سين واحد، الف سين صاد، الف صاد جيم، صاد جيم صح؟ بصوا الف سين جيم ادي مثلث، والف سين والف صاد جيم ادي المثلث الثاني. مين القاعدة المشتركة بتاعتهم؟ ألف جيم. أنا سامع ناس بتقول ألف ب جيم. أنا عايز المثلثين يكونوا محصورين بين دول. هما الهسب التوازي إزاي؟ عشان ما تشتتش نفسك في الشكل. ما دام أنا عايز إثبات توازي ألف جيم وص سين، يبقى لازم المثلثين يبقوا محصورين، لا مشتركين ماشي بس محصورين بين دول. صح؟ فأنا دلوقتي عايز أوصل للمستقيمين اللي محصورين بين دول. مين هم؟ ألف جيم صاد، ألف جيم سين، وألف جيم صاد. صح كده؟ صح. قاعدتهم المشتركة هي ألف جيم، والمستقيمين اللي محصورين ما بينهم هم دول اللي هم ألف جيم وسين صاد. يبقى لو أثبتت تساوي المثلثين اللي أنتوا لسه قايلين عليهم دول هيبقى أثبتها المطلوب، وألف جيم فعلا هيوازي سين صاد. كيف أثبت ذلك؟ خد بالك معايا، عايز أقول بس ملحوظة في البداية، والملحوظة دي بنستخدمها كتير في عالم الهندسة. لو 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 انا ما معي معايا مبلغ من المال، والمبلغ اللي معايا ده كد المبلغ اللي مع عمر تمام، والمبلغ اللي معايا كد المبلغ اللي مع محمد، يبقى انا سنتجت ايه كده؟ ان عمر ومحمد مالهم متساويين. ليه؟ لان هما الاثنين تساووا مع نفس الشخص. صح؟ لما اقول عمر يساويني ومحمد يساويني ايضا، يبقى عمر ومحمد 100% متساويين، لان لو كانوا مختلفين ما كانوش تساووا هما الاثنين مع نفس الشخص. احنا الملحوظه دي هنستخدمها في مثلث تمام، هنثبت تساوي مع المثلث رقم واحد ونثبت تساوي مع المثلث رقم اثنين، فالمثلثين واحد واثنين يبقوا متساويين. خد بالك معايا، بص لي على المثلثات اللي ارتبها دي. انا هسمي المثلث الف ب عين هو المثلث رقم واحد، بيساوي مين من المعطيات؟ الف جيم سين. الف جيم سين ده من المعطيات اللي انا مصدقهم يا عمر. صح؟ يبقى بيساوي المثلث رقم اثنين. عرفته منين؟ من المعطيات عشان هو مصدقهم. طيب ايه علاقه المثلث الف ب عين استفاد خدناها الانتين والمثلث الف جيم سين الف جيم صاد اشتغال نفس القاعدة؟ لا مش مشتركان في نفس الرأس. الله ينور عليك يا محمد. مشتركان في نفس الرأس. طب والقاعدتين بتوعكم مالهم؟ على خط التساوي. ايوه على خط واحد وقد بعض. فاكرين فاكرينها النتيجة دي؟ المثلثان اللي بيشتركوا في نفس الرأس وقواعدهم بتكون متساوية بيبقوا متساويين في المساحة. يبقى إذا المثلث رقم واحد اللي هو أ ب ع بيساوي المثلث رقم ثلاثة اللي هو ألف جيم صاد. صح كده؟ وهنسمي دي المعلومة رقم واحد. طيب والمثلث ألف ب عين بيساوي مين كمان؟ ألف جيم سين. يبقى إيه علاقة ألف جيم سين بألف جيم صاد؟ متساويين، لأن هما الاثنين ساووا ألف ب عين. برافو عليك. اللي ملحوظة قلتها دلوقتي، لو شيئين ساووا نفس الشيء فهم الاثنين يكونوا متساويين. المثلث رقم واحد ساوى المثلث رقم اثنين ماشي، ساوى هو ساوى هما الاثنين. المثلث رقم واحد يقول واحد
المثلث رقم واحد ساوى المثلث رقم ليه؟ لماذا؟ ده نقطة، ده نقطة، هنكتب قدامه ايه؟ نقطة عشان التصريف، هو الدهالي في النقطة دي المطلوب رقم أو المعادلة رقم واحد. رقم اتنين، إن المثلث رقم واحد برضو ساوى المثلث رقم ثلاثة، ثلاثة قلناها اتنين خلاص، ساوى المثلث رقم ثلاثة. ليه؟ زي ما محمد قال اشتغال نفس الرأس، لأنه مشتركان في نفس الرأس اللي اسمه ألف، والقواعد بينهما على خط مستقيم، على خط متساوية وعلى مستقيم واحد. مين هما؟ عين ب، عين ب، جيم ص، وهو معمول عليهم علامات التساوي. يبقى المثلث ده كمان بيساوي أيضا المثلث ده، واستنتجنا من واحد واثنين اثنين وثلاثة برضه مشتركان في نفس الرأس. يا رجل ازاي اثنين وثلاثة مشتركان في نفس الرأس؟ وفين الرأس اللي مشتركان فيه؟ لا ألف؟ ده المنتصف لا لو افترضنا، لو افترضنا معي، لو افترضنا انهم مشتركان في نفس الرأس ألف، فالقواعد بتاعتهم مش متساوية ولا على مستقيم واحد عشان تحقق فيهم النتيجة. انما اثنين وثلاثة دول اللي هنساوها هقول عليهم ملحوظة بعدين بعد ما نسبتش من واحد واثنين. تعالوا نكتبها واحدة واحدة. هنا أول حاجة ساوي لي المثلث واحد واثنين، وطبعا احنا لما نيجي نبرها ما نكتبش واحد واثنين، نكتب الرموز بتاعتهم. يعني المثلث ده انا بسميه واحد كوسيله ايضاح، لكن انت لما تكتبه هتكتب ايه؟ الف ب عين ب. بما ان المثلث الف عين ب ساوي مساحته تساوي مساحه المثلث الف جيم سي، والكلام ده ما بيكتبوش من عندي، ده الكلام دوت معطى، وهنسمي دي النتيجة رقم واحد. حلو، ساوي لي الآن المثلث واحد بالمثلث ثلاثة، وقول لي إيه سبب التساوي؟ إيه سبب التساوي؟ اشتركان في نفس الرأس. وبما أن المثلثان ألف عين ب و ألف جيم صاد، ألف جيم صاد اشتركان هنا، وحقق لي شرطي التساوي. اولا زي ما انتم بتقولوا مشتركان في نفس الراس، واذكر الراس المشتركه اللي هي الف. ثاني حاجه القواعد بتاعتهم متساويه وعلى خط مستقيم واحد، ودي ممكن اختصرها بان انا اقول ان عين ب تساوي جيم ص. تمام، ما هو دول هم مين دول؟ القواعد، القواعد بتاعتهم ما دام حققوا شرطين اشتركوا في نفس الراس، القواعد بتاعتهم مالها؟ متساوية. إذا مساحة المثلث ألف عين ب نكتبهم هنا تساوي مساحة المثلث ألف جيم ص. ليه أسميها المعلومة؟ لا يا رجل، إيه المطلوب إثباته؟ هو التوازي هو المطلوب إثباته، يبقى لسه أكمل. أنا ما وصلتش للتوازي حتى الآن. أنا دلوقتي عايز أساوي مساحة المثلث اثنين وإيه؟ وثلاثة. بإضافة من واحد، ليس بإضافة، من واحد لاثنين و اثنين ينتج أن ماذا ينتج؟ إن مساحة المثلث رقم اثنين تساوي مساحة المثلث رقم ثلاثة. أقرأهم لي بالحروف. إذا مساحة المثلث مين اسمه؟ رقم اثنين اسمه إيه؟ ألف جيم سين. مساحة المثلث ألف جيم سين تساوي مساحة ألف جيم صاد. ألف جيم صاد. ألف جيم صاد. أذكر لي بقى القاعدة إن هما مشتركين. ألف جيم. وهما اشتركان. كل الفيلم ده عشان أوصل لمثلثين. اشتركان. يكونوا مشتركين في قاعدة واحدة. اللي هي مين؟ ألف جيم. وهما اشتركان. نفس القاعدة. وأذكر اسمها. بالجيم. هي بالجيم. إذا اتحقق التوازي الآن. ألف جيم. يوازي. يوازي. سلسال. سين ص أو ص سين مش تفرق هو المطلوب اثبات القاعدة ألف جيم قاعدة ألف جيم القاعدة هي ألف جيم أنا حققت بجيم تمام هاي كده الحمد لله يعني يعتبر إحنا فضلنا درس واحد فقط ونخلص الوحدة الأولى في الهندسة اللي هي وحدة المساحات هناخد الحصة الجاية إن شاء الله جبر والحصة اللي بعديها هناخد بإذن الله آخر درس في الهندسة اللي هو مساحات الأشكال الهندسية